مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية نهديها لكم من قناة كويت سبورت في كل مكان، وسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة، سواء الأخبار المحلية أم العربية والعالمية. فأهلا وسهلا بكم معنا. البداية كالمعتاد مشاهدينا الكرام بأبرز الأخبار التي تطرقت لها صحافتنا المحلية، حيث تعود اليوم من جديد عجلة منافسات دوري فيفا لكرة القدم للدوران بإقامة ثلاث مواجهات. ولعل اللقاء المنتظر الذي سيجمع زعيم المنصورية بالرهيب السماوي يعد هو اللقاء الأبرز. وفي شأن آخر، فقد أوصى مجلس إدارة القلعة الخضراء خلال اجتماعه أمس بإيقاف المهاجم الشاب للفريق الكروي حتى إشعار آخر بسبب تخلفه المتكرر عن التدريبات اليومية للأخضر. تعاود عجلة دوري فيفا لكرة القدم دورانها بإقامة أربع مباريات اليوم في افتتاح الجولة 18. وتوقفت المسابقة 11 يوما بالتزامن مع أيام الفيفا، وهي فترة إقامة المباريات الدولية بين المنتخبات في مختلف قارات العالم. ويتصدر لقاء العربي الرابع والسلمي السادس واجهة مباريات اليوم، فيما يخوض القادسية الثالث لقاء غير مأمون العواقب مع التضامن، كما يلتقي الساحل مع صيبخات وخيطان مع اليرموك. اعتمد مجلس إدارة النادي العربي خلال اجتماعه الذي عقد أمس التقرير المقدم من جهاز الكرة، والذي يوصي فيه بإيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم مبارك النصار حتى إشعار آخر، وذلك بعد انقطاعه عن التدريبات. وتتجه النية إلى الاستغناء عن خدماته وإنهاء عقده. ووافق المجلس على تسديد مستحقات محترف الفريق السابق الأرجنتيني داميان ليزيو والبالغة 85,000 دينار، بعد أن كسب حكما قضائيا بذلك مع إنزال غرامة مالية ضد النادي العربي وقدرها 20,000 فرنك سويسري. حالة من عدم الاستقرار يواجهها الملكي قبل مواجهة عنيد الفروانية بدوري فيفا، لا سيما بعد تخلف العديد من لاعبيه عن التدريبات اليومية. وبالتحول لآخر تطورات منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، فقد تمكن السفير والعميد من تحقيق انتصار متشابه على كل من القرين والسماوي كان عنوانه الثواني الأخيرة. وبالتحول لشؤون كرة السلة، يبدو أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة تنوي تعديل الجدول الخاص بمنافسات كأس السوبر لأسباب مختلفة. قال رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية سعود محمد إن الأصفر لا يتخلى عن أبنائه، ونرحب بعودة الحارس نواف الخالدي إذا رغب بالعودة مرة أخرى. وكان الخالدي قد أبدى لبعض اللاعبين المقربين رغبته في العودة للتدريبات مرة أخرى بعد أن زالت الأسباب الخاصة التي منعته من الانتظام مع فريقه. وانقطع الحارس الخالدي عن التدريبات منذ بداية الموسم ولم يشارك في أي مباراة، وترك المهمة لزميله أحمد الفضلي وبديله علي جواد. سار لاعب فريق كرة اليد بنادي الكويت عبد الرحمن البالول على خطى نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأوروغواني لويس واريز، والذي عض مدافع المنتخب الإيطالي جورجيو كليني في مونديال البرازيل الأخير، عندما عض لاعب السلمي عبد الرحمن سند في كرة المشتركة خلال لقاء الفريقين في ختام ذهاب الدور الممتاز. وأثار تصرف البالول دهشة الكثيرين حتى أصبح حديث الشارع الرياضي، ليصبح مهددا بالإيقاف من قبل اتحاد اللعبة. أعرب عضو مجلس إدارة النادي الرياضي للمعاقين أنور المطوع عن الفخر بالإنجازات التي حققها المنتخب، وذلك في منافسات بطولتي الشارقة وفزاع الدوليتين، واللتين أقيمتا بدولة الإمارات أخيرا، وحصد فيهما 32 ميدالية متنوعة. وقال المطوع
إن 10 لاعبين من منتخبنا بينهم لاعبة واحدة تأهلوا لمنافسات بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين، والتي ستقام في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس المقبل بعد أن حققوا أرقاما تأهيلية لهذه البطولة. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز الأخبار في صحافتنا المحلية. بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العربية. نقش الغراف القطري اسمه من ذهب في سجل بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، لا سيما بعد التتويج باللقب لأول مرة بتاريخه، وذلك بعد الإطاحة بمواطنه الرهيب وحمل لقب النسخة الماضية في اللقاء الختامي. وبالانتقال لآخر تطورات الكرة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد أعلنت الوسائل الإعلامية الإماراتية عن أسماء المدربين المرشحين لقيادة الأبيض الإماراتي في الاستحقاقات المقبلة. توج الفريق الأول لكرة اليد في نادي الغرافة بلقب كأس الأندية الخليجية أبطال الكؤوس، وذلك بفوزه في المباراة النهائية على الريان حامل اللقب ب25-20 عن جدارة واستحقاق، ليصبح هو اللقب الخليجي الأول في تاريخ الفهود. وتمكن الغرافة من انتزاع الكأس من قلعة الرهيب التي كانت في خزائنه حتى قبل هذا النهائي، وما يحسب للفهود والرهيب أنهما حافظا على اللقب في قطر للعام الرابع على التوالي. طوى منتخب الإمارات لكرة القدم صفحة مهدي علي على أحد أنجح المدربين في تاريخه، وبدأ البحث عن بديل يقود دفة الأبيض في الاستحقاقات المقبلة، والتي سيكون أقربها بطولة كأس الخليج 23 بقطر في ديسمبر المقبل. وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية إن من أبرز المرشحين لخلافة مهدي علي الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا، إضافة إلى الصربي يافان يوفانوفيتش مدرب النصر السابق، والمكسيكي خافير أغويري المدرب الحالي للوحدة. إذن ننتظر من سيخلف مهدي علي في قيادة الأبيض الإماراتي. مشاهدينا، بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العالمية. أكد البرغوث الأرجنتيني أن قرار الفيفا بإيقافه كان غريبا لكونه لم يتلفظ أو يهاجم مساعد الحكم، فيما وضع النجم التشيلي حدا لمسلسل التقارير التي ربطت بترك الجانرز، مبينا أنه سيكمل عقده مع الفريق. علق ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة على واقعة إيقاف 4 مباريات بقرار رسمي من الفيفا، وذلك بسبب توجيه ألفاظ نابية لمساعد حكم مباراة تشيلي في تصفيات المونديال. ونشرت صحيفة سبورت خطاب البرغوث الذي أرسله للفيفا، حيث قال: لم أوجه أي إساءة للحكم المساعد، وكلامي كان في الهواء دون التعرض لشخص ما داخل الملعب. حسم تشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال مستقبله مع الجانرز بعد شائعات رحيله في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة السن أن سانشيز كشف عن رغبته في البقاء، وذلك من خلال بيان أصدره وذكر من خلاله أنه يأمل في إنهاء عقده مع الفريق وعدم الرحيل. قرار مفاجئ اتخذه نيراتسوري بالاستغناء عن أحد أفضل مدافعيه، وذلك من أجل توفير المال كما ادعت الصحف. أما موهبة مونشنغلادباخ فقد رفض الليفر والعملاق الإيطالي بسبب الأصفر الألماني.
يتطلع إنتر ميلان لفتح باب الرحيل لمدافعه الكولومبي جيسي موريلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن الإنتر مستعد للاستغناء عن المدافع شريطة الحصول على 25 مليون يورو من الأندية الراغبة في التعاقد معه. وأكد الموقع على أن نيرازوري يستهدف بيع اللاعب للاستفادة المادية من صفقته. كشفت تقارير صحفية أن مستقبل اللاعب محمود داود لاعب وسط بروسيا مونشنغلادباخ سيكون في ألمانيا بعد رفضه الانضمام إلى ليفربول ويوفنتوس. وذكرت صحيفة كيكر أن وجهة اللاعب المقبلة ستكون مع فريق بروسيا دورتموند والذي اقترب بشدة من حسم الصفقة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عالم الصحافة، نلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وعطلة نهاية أسبوع جميلة أتمنى لكم.